Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd hadha ittisal ma shaykhana Sa'id hafidhallahu ta'ala yata'allak bi amur yata'allak bi aslub da'wat as-salafiyya. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف حالكم شيخنا؟ هلا هلا بالشيخ خالد الله حبيب. كيف حالكم؟ بنعمة ولله الحمد. الحمد لله الله يبارك فيكم. شيخ عندي أسئلة كثيرة فهل لديك وقت؟ تفضل تفضل. جزاك الله خيرا. طيب أغلب الأسئلة يتعلق بدعوة السلفية لأن وقعت فتنة شديدة عندنا فأريد توضيح لبيان الشباب ليبين الشباب. السؤال الأول شيخ هل هو من السلفية إلزام الناس في موقفنا في مسألة اجتهادية أو إلزامهم بأخذ موقف شيخنا في حكم على معينين خاصة في تبديع وتفسيق وتكفير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد. أما بعد، فلا يجوز إلزام الناس بأحكام المجتهدين، لأن الاجتهاد يتنازع فيها العلماء وقد يصيب هذا ويخطئ هذا، وإلزام الناس بأقوال المجتهدين في الحقيقة هذا يعني أمر كبير وخطير وعظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى لولائه وعاد لهدائه فهو من الذين اتخذوا دينهم شيعة. فلا يجوز أن نلزم الناس بأحكام فلان أو علان، إنما يلزم الناس بالكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. نعم. جزاك الله خيرا شيخ.